الوضع خطير جدا، خطير جدا. لا بأس إن قلنا هذا الكلام، ففرحات يملك كل أجزاء من لورة الشاريمان السحرية. ربما حان الوقت الآن لنقضي على واحدة من الرهينتين، هكذا سنخيف فرحات و... لا، يجب أن نبقي فرحات وأصدقائه بعيدين عن المتاهة. ها؟ لما سنفعل هذا؟ ستعرف التفاصيل عندما أقرر أن أخبرك بها. ما نحتاج إليه الآن هو كسب الوقت، والآن أصمت وأصغي إليه. أنا تحت أمرك يا سيد العزيز. الليلة الماضية حلمت أن البلورات كانت تطير في نور ساطع و... أه؟ 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 البلورات، إنها ليست هنا، لقد اختفت. هل بحثت جيدا؟ ربما وقعت على الأرض. يا ويلي، إنها ليست هنا يا فرحات. إنها النهاية. هل تعتقد أنها سرقت؟ تيلدا. ولكن أين هي؟ استيقظ فرحات، إنه يوم مشهود، أخيرا سيكشف لغز الشاريمان وسوف... لماذا أنتم عبيسون؟ لم أجد البلورات. هذا ليس مفاجئاً، إنها هناك. أترون؟ لقد جمعتها الشاريمان بشكل عقرب ووحدت نفسها بشكل متاهة. متاهة إيغوخان، حيث بدأت كل هذه الفوضى. وحيث أمي وأبي لا يزالان أسيرين. تخبرنا الشاريمان أن المعركة الأخيرة ضد الشر أصبحت قريبة. ماذا ننتظر إذن؟ هيا بنا. سأتبعكم بعد قليل يا أصدقاء، يجب أن أتصل بأبي. يا إلهي، ما كل هذه الجلبة؟ هل كل شيء على ما يرام؟ هل تسمعنا؟ أجب يا ناجا. لا تقلق، سوف نخرجك. أنا آسفة، أليس هذا منزل آل سوانسون؟ إنه هو. إذن مع من أتكلم؟ تيلدا، هذه أنت؟ حمدا لله، أنا السيدة فوثرينغي، جارتكم. مرحبا، كيف حالك سيدتي؟ أريد التحدث إلى أبي، لدي أخبار لأطلعه عليها. هل ما زلت معي؟ أهناك خطب ما؟ أرجوك أخبريني. أنا آسفة، لكن الممر قد انهار ووالدك عالق تحت الأرض. تيلدا، هل من خطب؟ والدي انهار ممر في المنجم وعلق تحته. اصمد يا نيجل، سوف نخرج. حاولوا الإسراع في ذلك يا أصدقائي، بدأ الأكسجين ينفد هنا. أنا جاهزة للانطلاق الآن. يجب التفكير في هذا الأمر بحذر. ما هو الحل الذي سأفكر فيه؟ ماذا لو لم يكن ذلك صحيحاً؟ أنا والدك عالق تحت الأرض. ماذا لو كان ذلك من نسج إيغوخان؟ كانت تلك السيدة فوثرينغي التي تحدثت إليها وأنا أعرف صوتها. أؤكد لكم أنها كانت هي. من الممكن أن يكون فخاً. حتى ولو كنت أخاطر، افعلوا ما يحلو لكم. إن أردتم الذهاب إلى المتاهة من دوني فأنتم أحرار في ذلك. تيلدا، لا تكوني هكذا، إننا نحاول التفكير بمنطق. لم تفكر بمنطق عندما حاولت إنقاذ أمك، وبين لم يفكر بمنطق عندما هرع لإنقاذ أنسبائه. أليس ذلك صحيحاً بان؟ أين أنت بان؟ يبدو أنني مت وأنا في القبر. مهلاً لحظة، أنا أعرفك، أنت ذلك الشرير الذي لا يترك ابنتي بسلام. اسمع هذا، أنت لا تخيفني. في إمكاني إشعالك الآن كما لو كنت عودة ثقاب، لكنني بحاجة إليك على قيد الحياة. فيما تفكر أيها البائس؟ لا شيء مميزاً، كل ما أحتاج إليه هو أن تأتي ابنتك وفرحات إلى هنا ليحاول إنقاذك. إذن كل هذا من فعلك، أنت جعلت الممر ينهار لكي تستخدمني كطعم. حب ابنتك الكبير لك سيعني نهايتها ونهاية رفاقها. لن أسمح لك بأن تفعل هذا بتيلدا. لا أريد أن تنقذوني، أخرجوا من هنا جميعاً، واحرصوا على ألا تقترب ابنتي من هذا المكان. ما علاقة ابنته بكل هذا؟ إنه يهذي بسبب النقص في الأكسجين، فلنساعده. هيا. إنه أمر مثير للحماس بالتأكيد، أعني الطريقة التي يسارع فيها أصدقاؤك لإنقاذك. إنهم مستعدون لفعل أي شيء لإنقاذك.
والآن سيكون على تلد اللحاق بك نحو الموت. انتهيت. أعتقد أن علينا أن نذهب لإنقاذ والدي تيلدا. هيا. أنت تقرأ الأفكار. لا بأس يا فتى، من الأفضل أن أحضر خلطة للطيران. كم ستستغرق من وقت؟ سأعد شراب الصاروخ السحري، يجب أن أمضغه 9000 مرة. 9000 مرة ومرة، هذا كثير. اصبري يا فتاة، قد نخسر بعض الوقت ولكننا سنعوضه لاحقا. يا إلهي، إنه يحتجزني في حلقات. 7600، 7626، 7600. أين فرحات؟ هناك. ماذا يفعل؟ لا أعلم. 7732، 7733. لن أذهب إلى أي مكان من دونكم. فرحات، هل أنت قادم؟ أجل. 8999، 9000، 9001. ليصعد الجميع، هيا بنا. بسرعة بسرعة. لقد فتحنا ممراً، سام عليك التصرف. أنا لا أرى شيئاً هنا صديقي نايجل. هناك حفرة كبيرة يا أصدقاء، يبدو أنه وقع في الحفرة. أتعتقد أننا سنتمكن من إنقاذه؟ والدك خبير بالمناجم، سوف يكون بخير. هذا يعتمد على كمية الأكسجين المتوفرة له. سوف يجد ما يكفيه. مسكين أبي، لا بد من أنه وحيد ويشعر بالبرد الشديد الآن، وربما جائع. أنت لا تساعدين بتعذيب نفسك، ليس هناك أحد يعرف بما تمرين به أكثر مني. هذا صحيح، والداك أسيرا إيغوخان منذ أشهر، لا أعلم كيف تمكنت من الصمود. لو حصل مكروه لأبي فسوف أموت بالت... سنصل إلى هناك قريبا وننقذ والدك، هذا وعد. بإمكاني تحسين الهبوط قليلاً. ها؟ لماذا تقول ذلك؟ ها؟ انتظروني هنا. لا يزال العجوز نايجل هناك؟ انظروا، هذا فريق إنقاذ خرج الآن. ماذا؟ سأخبركم بصراحة، لقد وقع في الحفرة، لم نستطع العثور عليه، لم نستطع فعل شيء للمسكين. هذه تيلدا ابنة نايجل. ماذا؟ لقد توقفوا عن البحث، يقولون أنهم لا يستطيعون فعل شيء. لكنني متأكدة من أنه على قيد الحياة وسأعثر عليه. أتريد المجيء معي فرحات؟ هذا مؤكد. كنت أعلم ذلك. هذا ممر قديم لا يعرف أحد بوجوده سواي أنا وأبي، كنا نلعب لعبة الغميضة هنا. إن ضاق الممر أكثر سأعلق هنا حتى أخسر وزنا. أصمت بان، سيتوسع بعد قليل. أين نتجه الآن؟ أين ذلك الممر أو النفق؟ إنه ليس ممراً ولا نفقاً. هل تقولين إنه؟ من المفترض أن نقفز في تلك الحفرة من دون معرفة ما في آخرها أو ما مدى عمقها. علينا المخاطرة. أبي! 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 يا إلهي، ابقي حيث أنت تيلدا، لا تنزلي. هل تستطيعين سماعي؟ إنه فخ. لا تقلق أبي، سوف نخرجك من هناك. لا، إنه فخ نصبه إيغوخان.
سيكون ببساطة أمرا جنونيا. كل واحد منكم حر في تقرير ما إذا كان يرغب في التقدم. إن لم نرى بعضنا بعضا مجددا فقد كان التعرف إليكم جيدا. تيلدا لا تيلدا، إن عمقها بضعة أمتار وسأهبط هبوطا أخف وأخطر من هبوط عقرب. عفوا يا سيدي، أنت أولا. أبي أين أنت؟ هنا تيلدا، هل تعجبك بزة الجديدة؟ لا أصدق. تسرني رؤيتكم مجددا، لا تفكر في ذلك يا سمو الأمير وإلا. أيها البائس، سلم البلورات لكي أحرر هذا الفاني عديم الجدوى، وإلا فسأبقيه مقيدا بداخل هذه الحلقات إلى أن يصاب أمام عيني ابنته. يجب ألا تستسلم يا فرحات. إيغوخان، أنت ستفوز، ستصبح البلورات لك إن لم تؤذي السيد سوانسون. لا تمارس الألعاب علي، تعلم أنني لا أستطيع لمسها، يجب أن ترميها نحوي. سوف ترتد عن السقف، سوف تتجه نحو السماء وأنت تعرف ذلك. هيا سوف أحرر لك نيجل الغالي. أنا لا أثق بك إطلاقا. لماذا لست متفاجئا؟ يجب أن نتوصل إلى تسوية، ما هو اقتراحك؟ أن تحرره فورا. ثم ماذا؟ حالما يصبح الجميع في أمان سنبقى أنا وأنت وحدنا، ثم سأرمي البلورات. حسنا، ولكن لماذا أثق بك؟ لأنني ببساطة لست مثله. بالطبع، نعم أنا أنسى دائما. يا لسخافتي، أنت منقذ البشرية الأمير المنتظر، وكل تلك السخافة أنا موافق. هيا. ما كان يجب أن تأتي إلى هنا؟ ما كان يجب أن تأتي؟ بن، خذ الجميع إلى مكان آمن. لكن فرحات، لا يمكنك. أنا أعتمد عليك. سيد سوانسون، هيا بنا. كل شيء سيكون على ما يرام. عقروب، اذهب معهم. أنت تدمر كل شيء. ليس من المفترض أن تجري الأمور هكذا، ليس هذا ما كتب. أيها الأمير، التزم بكلامك. هيا ارميها علي لنرى. هيا، هذا يعني أنك عدت في كلامك، وهكذا لن تكون شريفا، وهذا يكفي للقضاء على مهمتك. يا إلهي، ما الذي تريد أن تقوم به يا عقرب؟ أتأكد من أنني جاهز لكل شيء. لقد علقت يا فرحات، ارمي البلورات إلى الأعلى، لا تطلقها نحوي، فهذا لا يتناسب وشرفك. الآن بإمكاني سحقك كالحشرة. ظلي، اذهبي وأحضري البلورات. اعتبر الأمر منجزا. إلى أمك أيتها البلورة الظريفة. لقد أمسكت ببلورات الشريمان الغالية، إنها لنا، أو لأكون أكثر دقة، إنها لي أنا. عودي إلى هنا. تيلدا، أنا هنا. ماذا؟ لماذا ما زلتم هنا؟ طلبت منكم الرحيل. هل اعتقدت فعلاً أنني سأتخلى عنك؟ كان هذا لطفاً منك، لكنه زاد المشكلة. لدي شراب النقل السحري وهو جاهز. وما هذا؟ إنه شراب سحري قوي، يستخدم مرة واحدة فقط. إنه يوصلك في ثانية واحدة إلى أي مكان تريد الذهاب إليه. حسناً، يناسبني الذهاب إلى أي مكان طالما أنه بعيد من هنا. أعرف إلى أين نذهب. إلى أين؟ ظلي سترشدنا إلى هناك لطالما عرفت أين هي. أصبحت أيامك معدودة يا فرحات. ليس لدينا وقت لنضيعه، شكلوا حلقة. هل سمعت ذلك حبيبتي؟ حان الوقت لتذهبي، يجب أن نودع بعضنا مجددا. ماذا عنك أنت؟ على ذلك الشراب السحري، إعادتي إلى السطح عزيزتي. لم يعد إيغوخان مهتما بي، والآن هيا اذهبي أيتها الفتاة المطيعة. أنت أولا يا نيجيل. اسمه نايجل يا عقروب.
قوله هو من بين جميع الأماكن في العالم، هل كان يجب أن ينتهي بنا المطاف هنا؟ أخبرتك غريزة ظله هي التي أرشدتنا إلى هنا. ولكن ما المضحك؟ شكلكما يبدو مضحكاً، فأنتما مغطيان تماماً بالشعر. غريب، أنت أيضاً تبدين مثلنا، ها؟ ربما للشراب السحري تأثير جانبي. أخبرتكم أنه شراب سحري مميز، أليس كذلك؟ ولماذا لم يحدث لك شيئاً؟ هل نسيت أنني خالد أيها الغبي؟ لكوننا في هذا الفرن الفظيع ويغطينا الشعر تماماً يجعلنا ذلك نشعر بالحر بشكل مضاعف. أين يمكن أن تكون ظلك؟ لا أعلم، لكنني أشعر أنها ليست بعيدة من هنا. ها هي البلورات بين يدي. إن تعليمات إيغوخان دقيقة جدا. يجب أن أضع الشريمان الآن عاليا وأضربها بشعاع نور شرير. إني أحاول فعل ذلك بأشعة الليزر. من المؤسف جداً تدمير الشريمان. سأحتفظ بها لنفسي وأتخلص من إيغوخان، لكن كيف سأعرف أنني سأتمكن من فعل ذلك كما يفعله فرحات؟ ولكن إن لم ينجح هذا الأمر فسيغضب إيغوخان كثيراً. حسناً، من الأفضل أن أفعل ما طلبه مني وأكتفي بنفط العالم كله. بما أن الحال هكذا، لا أستطيع أيتها البلورات الغالية إلا أن أودعك. إلى اللقاء. شاريمان. يجب أن أتصرف بسرعة. إلى أين يمكن أن تكون قد ذهبت؟ إنني أشعر بها أكثر فأكثر. أعتقد أنها وراء ذلك الجبل هناك. يبدو أنه جاءنا زوار. هذا أمر متوقع. وها نحن من دون الشاريمان ومن دون ظلي. سأهتم بتلك المتفاخرة، لكن عليكم أن تختبئوا. ولكن كيف؟ فلتصعدوا إلى ذلك الجبل وليأخذ كل واحد منكم جرعة من هذا الشراب. ماذا سيفعل؟ ليس هناك وقت للشرح، يجب أن أفكر في خدعة لأوقف إيغوخان. هل تحركتم أيها الأغبياء؟ هيا تحركوا، هيا. لنرى، أظن أن شراب الحاجز السحري سيفي بالغرض. أتساءل إن كان هناك كيميائي ابتكر هذا العدد من الخلطات في يوم واحد فقط. 1، 2، 3، شراب الحاجز السحري. مسكين العقرب، ربما يجب أن ننزل ونساعده. إنه يسيطر على الوضع، لا نستطيع أن نترك أنفسنا نقع بين يدي إيغوخان، قد يعني ذلك النهاية. فرحات محق، لنشرب الشراب السحري ونحاول الابتعاد عن طريق الأذى. ولنأمل أن تأتي ظلي ومعها الشريمان. والآن ماذا؟ يبدو أنه لا شيء يحدث كما أرى. ها؟ أمهله بعض الوقت أرجوك. كم هذا مؤلم. إذن هذا أنت أيها العقرب الصغير البائس، والآن أخبرني أين هم الآخرون. أعثر عليهم بنفسك أيها الفالح، أنا مشغول. لا يمكن أن يكونوا بعيدين، فكل ما أراه أمامي هو صخور وحجارة. هناك شراب سحري استخدم هنا، لكن ذلك لا يقارن بقوتي. يا نيران الأرض، تعالي إلي، حولي العالم إلى حمم بركانية، دمري كل شيء ولا تتركي حجراً واحداً بنيرانك اللاهبة هذه. هاليش هماش هاشين شماش هالينكي. كدت أنتهي. أشعة الليزر في أقصى قوتها ولها تأثير كبير على الشريمان. إن النصر لي. إما الآن أو أبداً. يا إلهي، لقد نجح، لقد نجح. هذه واحدة وأخرى، لقد أمسكت بها. لقد أمسكت بها كلها. ما الذي يجري هنا الآن؟ إنها جميلة. لا تستطيع النيل مني.
أنت حيثما أريد تماما، فلتتذوقي هذا الشعاع. ليست فكرة جيدة أن تعرض شريماً لأشعة الليزر، لأنك ستكون أنت الخاسر سيد سنارشكوف. احترقوا. أنا هنا. أين أنتم يا أصدقائي؟ لدي شراب سحري يعيدكم إلى شكلكم. كيف حيلاً غبية. أي أقروب، ماذا يجري؟ إن الطبقة العليا من الأرض تحترق. ياي 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 النجدة، أخشى أن هذه هي النهاية. ليس هناك شيء أستطيع فعله، لقد فقدت كل أشربة السحرية. ياي 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 أيها العقرب الغبي، الآن أصبحت تعرف من القوي هنا. لا. هي يا قبيح الوجه، هل رأيت هذه من قبل؟ أسرعي يا أيتها الظل. لست مغرورة، ولكنها رمية موفقة. لقد جعلت الظل إيغوخان يختفي. هيا يا أصدقاء، هل تسمعونني؟ فرحات، تيلدا، المساعدة في طريقها. ياي، لقد انتصرنا، انتصرنا هذه المرة أيضا. هل سيستغرق ذلك طويلا؟ لقد فقدت كل مكوناتي وخلطاتي ومشروباتي السحرية، لذا يجب أن أبتكر شرابا سحريا جديدا من الصفر، وهذا ليس سهلا. أجل، لكن كم سيستغرق ذلك؟ تستغرق أشواك الصبار وقتا لكي أنزع لبها، ثم علي تقطيرها. كم يستغرق ذلك؟ 3 أو 4 أيام كحد أقصى، إلا إذا اختمر شراب التحول إلى حجر أولا. 3 أيام في داخل صخرة تحت الشمس الحارقة؟ كيف سنتمكن من الصمود؟ لا تقلقوا، أنا هنا لحمايتكم من الشمس ومن إيغوخان أيضا.